فعلاً أمانيا استحقت لحظاتهم. أعتقد أنها تقشعر الأبدان سبعاً من دول الهيمن العالية الذين يتحدون الصعوبات ويتفوقون ما شاء الله بهذه الطريقة ويحصدون كل هذه التسليقات وقوفاً ستزداد همتك وستتصاعد نتائجك باذن الله. جيت لتنجي في 2016، انقطعت من الدراسه في 2013، وديت اعاده تخرج نقاط التاسعه. من بعد ما ديت التاسعه ديت اعاده ادماج في الثانويه المرابطين مع الاستاذ حنان. من بعد قريت السنكام والسيزيام وديت امن باك. صراحة دينا نقطة من الزمن اللي هي 15.35، صراحة كنقول الناس اللي ما نجحوش إذا واحد مجهود إن شاء الله العام الجاي يكون أحسن. شكرا. ودابا تحصل على النقطة مزيانة الحمد لله، وباك ديالو جاب نقطة مزيانة وأنا فرحانة به، فرحانة بهاد النهار هذا اللي وصل لهاد النهار هذا. وكيبقى الشيء كله بالصبر والقوة والعزيمة اللي عطاه الله هويا الحمد لله. واخا انا كنعاونو وكندعمو كما قال هذاك، واخا كل شيء كيرجع لي له هو، الفضل كله كيرجع لي له هويا. هو عنده القوة، عنده واحد القوة والعزيمة اللي عطاه الله هو الحمد لله. نتمنى والله العمر ديالو دابا عنده 25، مازال الحمد لله. نتمنى من الله يزيد يكمل. هو اصلا الدراسه كيحب الدراسه بزاف، كيحب القرايه بزاف الحمد لله. الطموح ديالو باغي يزيد يكمل ويزيد يقرا ويزيد شي حاجه ما كثر. عنده الطين ديالو مازال مازال خصو يكمل شي حاجه، المهم شي حاجه اللي بغاها هو انا كندعمو فيه، اللي بغاها هو شي حاجه كنعاونو، الاختيار ديالو هو. كنشكر الاساتذه اللي دار هذا الحلو، كنشكر الاستاذه اللي عاوناته من الاول وعاوناته حتى وصل لهذا المرتبه وهذه الحفله هذه. ونتمنى كنشكروهم كاملين، الاساتذه اللي دعموهم كاملين اللي عاونوهم كاملين. بالنسبه لايوب، ايوب الخالدي من تلاميذ المشاهدين اللي كانوا معنا في برنامج الجيل الجديد الفرصه الثانيه، وقدروا بانهم يجتازوا امتحان ديال الثالثه احرار موسم 2020-2021 والتحقوا بالثانويه ديال المرابطين. بالنسبه لايوب، ايوب تبارك الله من تلاميذ المشاهدين المصرين، عنده واحد الثقه في النفس كبيره تبارك الله. وكذلك حتى المواكبه الاسريه كتلعب دور كبير بحكم بان الام ديالو مواكباه تبارك الله عليها، ولا الاسره ديالو بصفه عامه. كيحب يعمل بالعمل التشاركي، مصر على بانه يجتاز جميع الانشطه اللي كانت انشطه رياضيه او ثقافيه رغم النوع الاعاقه اللي عند ايوب. ولكن ايوب انا ما كنعتبروش من التلاميذ زعما اللي عندهم نقص، ولكن تبارك الله هو بالعكس عنده واحد القدره وواحد الطاقه ديال التعلم وديال الاكتساب، ما نقدر زعما نوصفها، واحد الطاقه كبيره بزاف. وهذا اكبر دليل هو هذا الحفل اللي كنتواجدوا فيه اليوم بان حصل على البكالوريا بمعدل اللي هو 15 تبارك الله. وكذلك بانه رغم الاعاقه ديال ايوب او بالاحرى الصعوبات اللي عنده، ولكن هو تبارك الله اي نشاط شارك فيه كيقدر يجتازو بواحد المعدل عالي بحكم بان كان مستفيد من المستفيدين ديالنا في البرنامج ديال الخياطه والفصاله في المركز ديال التربيه والتكوين اللي تابع للجمعيه الجهويه، وكذلك بشراكه مع المكتب ديال التعاون الوطني، وحصل على شهاده خاصه ديال شعبه الخياطه والفصاله. هذا الا كان كيدل على الاصرار والعزيمه ديالو، كنتمنوا له المزيد من النجاح والتفوق. شكرا لكم.